بكم إلى برنامج حدث اليوم الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث لهذا اليوم في تفاصيل الساعة الأولى. قصتنا الأولى حول أزمة كورونا وفي التفاصيل: كلوروكين ينعش آمال الفرنسيين، ماكرو يبحث عن الطبيب الذي اقترحه كعلاج، ومشافي إيطاليا ترفض المواجهة بلا حماية. أما القصة الثانية فمن العراق وفي التفاصيل: طي صفحة الجدل حول مرشح رئاسة الحكومة، توافق بالإجماع بين الكتل السياسية على اختيار مصطفى الكاظمي. وفي أبرز ملفات ساعتنا الثانية من حدث اليوم، تفاصيل جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منافسة محتدمة للحصول على لقاح، تجارب مباشرة على البشر وتخطي النتائج للحصول على موافقة سريعة. أما القصة الأخيرة من ساعتنا الثانية تتعلق باليمن وفي التفاصيل: هدنة تحالف دعم الشرعية تقابل بترحيب أممي ودولي، والسعودية تعتبرها أرضية لعملية السلام ومواجهة كورونا. أمل جديد يتعلق به الفرنسيون للتخلص من تبعات فيروس كورونا الذي خلف الآلام ولف شوارع المدن وترك آثاراً في المشافي والمنازل، وضع دفع بالرئيس الفرنسي إلى الذهاب لمارسيليا من أجل اللقاء بالبروفيسور ديدي غاول لمعرفة فعالية دواء كلوروكين المضاد للملاريا ومدى إمكانية استخدامه لمكافحة فيروس كورونا بعد تجارب ناجحة التي قام بها غاول. ذلك العقار الذي سبق أن استخدم في الولايات المتحدة الأمريكية ودافع عنها الرئيس دونالد ترامب ودول أخرى. وكان ديدي غاول رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مارسيليا في فرنسا أول من تحدث عن فعالية هذا الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد. تعد هذه الزيارة بمثابة بداية اعتراف فرنسا الرسمية بجهود هذا الطبيب الذي أثار الكثير من الجدل في البداية، لكن الرأي العام والهيئات الصحية الدولية والفرنسية لم تعد تستبعد فرضية نجاح اللقاح الذي يقترحه. ذلك التفاؤل لم ينعكس في إيطاليا مع إعلان الاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان عن وفاة 100 طبيب. الاتحاد قال إنه لا يمكن أن يسمح بعد الآن بإرسال الأطباء والعاملين الصحيين لمكافحة فيروس كورونا بلا وسائل حماية. لتفاصيله فحول كل التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في الدول الأوروبية انضم إلينا من لندن أحمد العناني مراسل الحدث، ومن باريس مراسل الحدث حسين قنيبر، ومن بروكسل ينضم إلينا مراسل الحدث نور الدين الفريدي، ومن نيويورك ينضم إلينا طلال الحاج مراسل الحدث. أهلا بكم جميعا. البداية حقيقة من فرنسا التي تتشبث ببعض الأمل حسين مع لقاء ماكرو بديدي غاول الذي اقترح كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، ما أسباب هذا اللقاء؟
نعم، في الواقع السبب يعود إلى أن الرئيس الفرنسي ومن ضمن لقاءاته مع مسؤولين ضمن الهيئات الصحية وفي المستشفيات الجامعية، هو يقوم منذ فترة بجولات على مراكز الأبحاث وعلى المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية التي تعد للقاحات أو علاجات أو تجري تجارب للتوصل يوما ما إلى هذا اللقاح الذي لم يتم التوصل إليه بعد. في هذا السياق زار الرئيس الفرنسي صباحا المستشفى الجامعي في كريملان بساتر قرب باريس قبل الظهر، وبعد الظهر توجه إلى مدينة مرسيليا للقاء براول البروفيسور الذي ذاع صيته، لأنه قام الشهر الماضي بتجارب على حوالي 24 مريضا فقط، واقتصرت تجاربه على المستشفيات، ما دفع كثيرين ضمن القطاع الصحي إلى القول أنه لا يجب إعطاء الناس آمالا خاطئة، وأن هناك أعراضا جانبية ظهرت مع تجربة هذا الدواء الذي كان يستخدم على مدى 70 عاما ضد الملاريا، هو الكلوروكين. هناك سلبيات لاستخدامه على المصابين بفيروس كورونا، لأن سلبياته تتركز حول تداعياته السلبية على انتظام ضربات القلب وعلى الجهاز الهضمي، لكن هذه التحفظات زالت بعد أن أعلن ديديرا وولت يوم أمس أنه بصدد الإعلان عن نتائج دراسة أوسع وأشمل تركزت على حوالي 1000 شخص، وهو بصدد الإعلان عن نتائجها. انقسم المحيطون بماكرون أولا حول جدوى زيارة ديديرا وولت، طالما أن هيئات صحية ما زالت تتحفظ على نتائج استخدام الكلوروكين، ولكن مع إعلان وولت مساء أمس أن هذه التجارب استندت إلى بروتوكول يستخدم الكلوروكين وأزيترونيسين وهو أنتيبيوتيك، انتعشت الأمال، ما دفع الرئيس ماكرون إلى زيارته في مرسيليا. لو سمحت لي بنصف دقيقة، أنا هنا موجود في نقطة تجارية سياحية تجارية حيث تبدو نعم حسين، سنحاول مغلقة منذ 17 من الشهر الماضي، سنمر إلى بريطانيا ثم نحاول العودة إليك حسين. نعم حسين، سنمر إلى بريطانيا الآن ثم نعاود الاتصال أو نعاود مشاهدة الشارع الفرنسي الآن. أحمد، إذن أنت في قلب العاصمة البريطانية، ما الذي يمكن أن يرصد ويشاهد الآن؟ نعم مساء الخير، دعيني أبدأ أولا بأن المؤتمر الصحفي للحكومة البريطانية انتهى منذ قليل، وأعلن فيه دومينيك راب القائم بأعمال رئيس الوزراء أن بريطانيا لن تقوم بتخفيف إجراءات العزل، وأنه من المبكر جدا جدا أن يتم تخفيفها الآن. طبعا هذا التصريح جاء في إطار أن الحكومة البريطانية دعت المواطنين جميعا إلى عدم النزول إلى الشوارع، لأنه لوحظ في الفترات الأخيرة وجود أعداد كثيرة من المرضى والمواطنين في الشوارع مع تحسن درجات الحرارة. طبعا أنا الآن هنا في ميدان بيكاديلي سيركس، وهو في قلب العاصمة البريطانية. خلفي ترون الشاشة الكبيرة التي يتم عرض عليها جزء من خطابات الملكة إليزابيث، خطاب الملكة إليزابيث الذي قامت بإلقائه يوم الأحد الماضي. أغلب اللافتات الإعلانات في الشوارع أو الشاشات من هذا النوع تقوم بنشر خطابات الملكة، تقوم بنشر نصائح الحكومة. هناك حالة من حالات الاستنفار داخل الحكومة البريطانية من أجل حث الناس على البقاء في منازلهم، وخصوصا أن أجازة عيد الفصح قاربت على الابتداء. نعم، إلى نيويورك الآن وطلال، حصيلة قياسية في الوفيات مع انخفاض حتى في حالات التعافي، ما المتوقع طلال الآن والمنتظر كذلك؟ نعم، هو اليوم 39 منذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في ولاية نيويورك، وهو اليوم 18 من إبقاء الناس في بيوتهم. 80 يوما مرت على الولايات المتحدة منذ اكتشاف أول حالة إصابة في ولاية واشنطن. الآن ولاية نيويورك يوجد فيها أكثر من 152 ألف إصابة، يعني أكثر من ثلث أرقام البلاد بأكملها. وفيات فقدوا بالفعل يوم أمس 799 شخصا، وهو رقم قياسي بالنسبة لولاية نيويورك وفي يوم واحد، بحيث بلغ مجموع الوفيات هنا في نيويورك الآن أكثر من 7000 وفاة، 7067، أي أن الأرقام من ولاية نيويورك وحدها تفوق رقم الإصابات بالفيروس في أي دولة في العالم، بما فيها إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا. الدولة الوحيدة التي تضاهيها هي إسبانيا.
هذا هو حال ولاية نيويورك حاليا. حاكم الولاية تحدث اليوم واشتكى من أن المعونات الفدرالية كان يتوقع أن تكون 6 مليارات دولار وإنما هي 1 مليار و300 مليون، وهو رقم منخفض بالنسبة له لأنهم ينفقون الأكثر ما بين الولايات بسبب عدد الإصابات هنا، الوفيات طبعا هناك أبحاث كثيرة تجري على الوفيات هنا في ولاية نيويورك، اكتشفوا أن 86 من الوفيات في الولاية هي من الرجال، لا نعرف لماذا حتى هذه اللحظة، بالرغم من أن الذين أيضا 62% من الوفيات هم من الأقليات السوداء واللاتينيين، أي بينما هم يمثلون 50%. هناك أبحاث كثيرة على الأدوية الفلوروكين، على الزيب باك، على المافيو، جميع أنواع الأدوية، وعلى الأمصال أيضا التي يأخذونها من المرضى. يعني الأرقام في ارتفاع ولكن الدخول إلى المستشفيات انخفض، أعداد الذين دخلوا إلى المستشفيات انخفض ولكن الوفيات في تصاعد، وهذا كان متوقع لأن الذين يموتون الآن دخلوا المستشفيات قبل أسبوعين أو ثلاثة يتوقعون أن تنخفض هذه الأرقام ويعتقدون أنهم ربما وصلوا إلى الذروة هنا. نعم. في ولاية نيويورك. نعم، هذا عن نيويورك. ماذا عن بروكسل؟ نور الدين، إذن أسئلة كثيرة تطرح في بلجيكا حول مكافحة فيروس كورونا، بينها هل المستشفيات البلجيكية مستعدة لذروة كورونا؟ كيف يجيب المسؤولون في القطاع الصحي وكيف تجيب كذلك وتشي الأرقام؟ الأزمة الصحية في بلجيكا تقترب شيئا فشيء من ذروتها، حتى وإن كان الأرقام لا تزال في تصاعد مستمر منذ بداية الأزمة، وبين الأمس واليوم سجلت البلاد 283 حالة وفاة إضافية أو جديدة، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 2523 حالة وفاة منذ بداية الأزمة، وأيضا ارتفع عدد المصابين ب 1580 إصابة جديدة، والإجمالي يصل تقريبا إلى 25,000 مصابا. ولكن العنصر الإيجابي الأول هو لليوم الثالث عدد الذين يقبلون للعلاج في المستشفيات أصبح لليوم الثالث يفوق عدد الذين يغادرون المستشفى لأنهم شفيوا، وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا. الأزمة لأنها لم تصل بعد إلى ذروتها، فالسلطات تؤكد كل يوم على أن ما يلاحظ من تحسن إن صح التعبير هو ناجم عن التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي المتواصلة والتي ستتواصل أسابيع أخرى. بالنسبة لوضع المستشفيات، بعض المستشفيات في البلاد نعم وصلت إلى مرحلة الوجود المكثف للمرضى، لا نتحدث الآن عن اكتظاظ، أعيد توزيع بعض يعني أجزاء من المرضى نقلوا من هذا المستشفى إلى ذاك، ولكن على صعيد البلاد ككل لا تزال طاقة الاستيعاب متوفرة، أقله 40% من طاقة الاستيعاب. عندما نتحدث عن طاقة استيعاب المستشفيات هنا صار نتحدث عن عدد الأسرة وغرف العناية المركزية التي تصل في البلاد إلى نحو 2000 غرفة خاصة بالعناية المركزة وغرف الإنعاش. إضافة إلى ذلك البلاد استكملت تقريبا البنية التحتية لتوسيع الاختبارات المعملية على نطاق واسع، وعندما سيتم تنفيذ هذه الخطة يمكن للبلاد أن تدخل شيء فشيء في مرحلة الرفع الجزئي أو رفع الحجر الصحي جزئيا. أوروبيا في هذه اللحظات يجتمع وزراء المال مرة أخرى في محاولة للخروج من المأزق الذي دخله الاتحاد الأوروبي بسبب انعدام التضامن أو التضامن غير الكافي وغير المتوازن بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة شمال الاتحاد وجنوب الاتحاد. المشكلة أن إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال، هذه الدول المدعومة من فرنسا وعدد وبلجيكا ولوكسمبورغ، تطالب الاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة أو سندات كورونا لتمويل أزمة القطاع الصحي، تداعياته على قطاع الصحة بشكل عام، على الوضع الاقتصادي وخطة الإنعاش.
في هذه الساعات هذا الاجتماع الثالث لا تزال دول الشمال ترفض مبدأ إصدار سندات مشتركة، وهناك اقتراحات إلى تشكيل صندوق للإنعاش الاقتصادي إضافة إلى ما توفره الآليات الموازنة. الوضع طبعا صعب جدا بين الدول الشمال، هناك فلسفة تختلف تماما تتعلق بتحكم دول الشمال في موازناتها وما ينسب لدول الجنوب من تسيب. نعم نوردين، الجدل ذاته بين دول الاتحاد الأوروبي خاصة بإيطاليا. نعم الجدل ذاته. ننتقل الآن نوردين إلى باريس. حسين، جولة إذن في المنطقة، وأين أنت؟ بالإضافة إلى كذلك ردود فعل الفرنسيين حول كل ما يتداول من إمكانية إيجاد علاج لفيروس كورونا انطلاقا من فرنسا. أبدأ بالشق الثاني من سؤالك سريعا، ولكن أترك الكاميرا تتحرك على المنطقة المحيطة بالمكان الذي أنا موجود فيه. أنا موجود في باحة حقوق الإنسان في تروكاديرو، وهي باحة مقابلة لبرج إيفيل. أجيب على سؤالك أولا، هناك مزيج من الأمل والحذر لناحية التجارب المستمرة ليس فقط من قبل المستشفى الجامعي في مارسيليا فيما يتعلق بالكلوروكين والأزيتروميسين، وإنما هناك حوالي 30 تجربة ودراسة تقوم بها مستشفيات ومراكز أبحاث في فرنسا وصولا إلى اللقاح، على أمل إيجاد لقاح. لا شيء محسوما ولا شيء حاسما حتى الآن، ولكن هناك آمال باحتمال الوصول إلى لقاح. أنا هنا إذن في باحة حقوق الإنسان، هذا المكان يتجول فيه فقط الذين يستفيدون من السماح لهم بممارسة بعض الأنشطة الرياضية بعد 7 مساء وقبل 9 صباحا. هذا المكان عادة يعج بمئات السياح، وهو يقع بين ساحة تروكاديرو وبرج إيفيل، وفي جواره أيضا مراكز ثقافية ومتاحف. مثلا هناك قصر شيو الذي يبدو أمامكم، وهو يضم مسرح شيو الوطني وكذلك متحف الإنسان، ويقابله مبنى يضم متحف البحرية. كل ذلك يقع على طرفي باحة حقوق الإنسان حيث أنا موجود قبالة برج إيفيل، وعلى مقربة من ساحة تروكاديرو التي تضم عددا كبيرا من المطاعم والمقاهي وهي مغلقة تماما منذ 17 من الشهر الماضي. خسائر السياحة الفرنسية كبيرة تقدر ب40 مليار يورو على المدى القريب. السياحة تعود على الدولة بفوائد تقدر ب170 مليار يورو في العام. هذه الأرباح في مهب الريح حاليا، وأعلن وزير الاقتصاد والمال برونو لومير قبل قليل أن خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني ارتفعت من 45 مليار يورو إلى 100 مليار يورو، توقعات بأن يصل مستوى الركود الاقتصادي إلى 6% بعد أن كان فقط 1% الشهر الماضي. نعم. من باريس كنت معنا مراسل حدث حسين قنيبر، وكان معنا من وسط لندن أحمد العناني، ومن بروكسل نور الدين فريدي، ومن نيويورك كان معنا طلال الحاج. شكرا جزيلا لكم جميعا. إذن إيان هايدن المتخصص في الإعلام العام بجامعة واشنطن في سياتل، 1 من 45 آخرين تطوعوا لحقنهم بلقاح جديد طورت شركة الصناعات الدوائية موديرنا. إيان حقن فعليا باللقاح في معهد كايزر للبحوث بمدينة سياتل شرق الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف كانت هذه التجربة؟ في إطار السباق المحموم بين الدول وشركات الأدوية للوصول، إذن في إطار هذا السباق المحموم مثل ما ذكرنا بين الدول وشركات الأدوية للوصول إلى لقاح فعال، إذن على ما يبدو سنحاول العودة لاحقا إلى هذا الملف، ملف الأدوية، ولكن نشير فقط الآن إلى الأرقام بداية، الأرقام المسجلة في أوروبا الخاصة بتطور فيروس كورونا وانتشاره في هذه المنطقة كذلك. إذن كان المشهد اليوم في أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية
على شكل التالي: إذ أعلنت إسبانيا تسجيل 4226 إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع الإصابات إلى أكثر من 152,000، بالإضافة لتسجيلها 446 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 15,238. في ألمانيا سجلت إصابة 961 حالة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 114,000 إصابة. أما في إيطاليا فتم تسجيل إصابة 4204، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 143,000 إصابة. كما سجلت وفاة 610، ليصبح إجمالي الوفيات أكثر من 18,000 وفاة. أرقام بريطانيا سجلت ارتفاعاً بنحو 4344 إصابة، ليصبح إجمالي الإصابات 65,733 حالة. أما بخصوص الوفيات فسجل 881 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات 7978 حالة. كما سجلت بلجيكا إصابة 1580 حالة، ليصل عدد الإصابات قرابة 25,000 إصابة، والارتفاع بذلك عدد الوفيات إلى 2523 حالة. حالة وفاة بعد تسجيلها 283 حالة وفاة. في سويسرا سجلت إصابة 519 حالة، ليصل عدد الإصابات إلى 23,799 حالة إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 937 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة. أخيراً ارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصل إلى أكثر من 440,000 حالة بعد تسجيلها قرابة 5489 إصابة، وسجلت وفاة 1024 حالة، يصبح العدد الإجمالي 15,812 حالة وفاة. إيان هايدن المتخصص في الإعلام العام بجامعة واشنطن في سياتل، واحد من 45 آخرين تطوعوا لحقنهم بلقاح جديد طورت شركة الصناعات الدوائية موديرنا. إيان حقن فعليا باللقاح في معهد كازل للبحوث في المدينة شرق الولايات المتحدة الأمريكية. كيف كانت هذه التجربة؟ بالرغم من عتمة ظلام كورونا التي خيمت على العالم بأسره، خرج بريق الأمل الذي قد ينير طريقاً ليس بطويل للقضاء على هذا الوباء الأسود. داخل هذه الحقنة الصغيرة 250 مايكروغراماً من سائل قد يقهر وباءً فتك بمئات الآلاف من البشر، ليبدأ طريق الخلاص تدريجياً وينتهي ربما بانتصار أو فشل بعد 14 شهراً. إيان هايدن المتخصص في الإعلام العام بجامعة واشنطن في سياتل واحد من الذين تطوعوا للخضوع للتجارب، فماذا قال عن تجربته؟
هذا اللقاح طورته شركة موديرنا للصناعات الدوائية، وتتمثل الخطوة الأولى في تجربة سلامة اللقاح للتأكد من أنه لا يشكل خطراً على البشر، وأنه يثير استجابة مناعية قد تنتهج استراتيجية دفاعية جديدة لتحفيز جهاز المناعة على صد أي هجوم من أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد. مي المهندس، الحدث. في إطار السباق المحموم بين الدول وشركات الأدوية للوصول إلى لقاح فعال لمحاربة فيروس كورونا، بدأت شركة ألمانية متخصصة في صناعة الأدوية البيولوجية بالاستعداد للتجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا COVID-19. الإعلان عن إطلاق التجارب السريرية في شهر يونيو المقبل في كل من بلجيكا ألمانيا تجاوز مرحلة التجارب على الحيوانات، بدأها مباشرة على الإنسان. هذه الخطوة من شأنها أن تسرح في الموافقة على طرح اللقاح في وقت قصير نسبيا، والذي كان يستغرق لسنوات في المعتاد. تهدف هذه التجارب لتقييم سلامة وفعالية اللقاح بجرعتين بينهما 28 يوما، وبالإضافة إلى تقييم درجة اكتساب المناعة عن طريق قياس إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا في اليوم 57 من التجربة. اللقاح هذا mRNA يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة. الشركة المنتجة للقاح قالت إن التجارب ستشمل في البداية الأشخاص الذين لم يتعرضوا بعد لفيروس كورونا، ثم الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للإصابة، وأخيراً كبار السن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. ذكرت الشركة أنها ستختبر خلال التجارب أنواع الأجسام المضادة التي سيحدثها اللقاح، وستحاول فهم الاستجابة المناعية لدى أولئك الذين أصيبوا بالفعل. ولمناقشة كل هذه التطورات بالفعل لهذه التجارب السريرية للقاحات في كل هذه الدول، بالإضافة إلى جدوى وفعالية هذا الأمر، ينضم إلينا من جدة الدكتور خالد الجعلي، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز والمتخصص في الأمراض المعدية. دكتور خالد، أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا في حدث اليوم. دكتور خالد، البداية حقيقة نريد أن نفهم لماذا هذه التجارب بدأت مباشرة تجرى على الإنسان وتجاوزت مرحلة تجريبها على الحيوان؟ طيب، السلام عليكم. أهلا فيك أستاذ سارة، وأهلا بكل المشاهدين، يشرفني أكون موجود. طيب، بالنسبة للقاحات، طبعا اللقاحات تستخدم للوقاية من الكورونا أو الكوفيد 19 وليست العلاج. في أدوية تستخدم للعلاج. فبالنسبة للقاحات، طبعا في العادة اللقاحات يعني تجاربها تأخذ وقت طويل، تأخذ عدة سنوات. هل نحن عندنا الآن وقت نستنى سنين عشان يطلع اللقاح؟ ما عندنا هذا الوقت، نحن مستعجلين جدا. فبالتالي بيتم تسريع بعض الخطوات، في بعض الخطوات حتى بتكون يعني موازية لبعض، لأننا مستعجلين في الحصول على اللقاح. حكاية أنه ما في أي تجارب على الحيوانات، الحقيقة ما هو صحيح. في بعض التجارب تمت على الحيوان، ولكن ما تمت بالطريقة المفصلة، ما أخذت وقتها. في تجارب كثيرة على الحيوانات لا زالت مستمرة، لكن نحن عشاننا مستعجلين فبيسمح بالبدء بالمراحل الكلينيكية. الآن بدأت الحمد لله أخيرا. طبعا في العادة الواحد يستنى وقت طويل لما يقدر يبدأ المراحل الكلينيكية، ولكن الآن الحمد لله بدينا في المراحل الكلينيكية أخيرا. متوقع يعني تأخذ على الأقل سنة، لكن برضو أحسن، برضو يعني أيضا أحسن من أن ننتظر سنين، وهذا بسبب العجلة في يعني حاجتنا في الحصول على هذا اللقاح. نعم دكتور خالد، في الحقيقة أن هذه التجارب مثل ما ذكرت هي تجاوزت الكثير من المراحل، بينها أن تترك وقت كافي للتجارب في المخابر، التجارب على الحيوانات ذهبت مباشرة إلى البحث عن نتائج سريعة عبر تجربها على البشر. هذه كم ستختصر من وقت لإيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا؟ تمام، يعني هي ممكن تختصر شهور إلى سنوات. يعني العادة اللقاح عشان يطلع يأخذ عدة سنوات. الآن ممكن مع هذا يعني هذه يعني التوجهات في السرعة
في تسريع او تسريع الخطوات، ممكن خلال يعني سنه او سنه ونص مثلا احتمال يتوفر يعني اول تطعيم تجاريا. لكن اننا نقصر المده اكثر من كده يمكن صعب يحصل الشيء هذا بصراحه. ولازم نطمن كمان انه اللقاح يعني برضو امن للاستخدام. نعم دكتور خالد، تعلم بأن دواء كلوروكين يثير الجدل الآن، بدأ الجدل في فرنسا، انتقل إلى كل دول العالم بينها الولايات المتحدة الأمريكية. في فرنسا الآن على ما يبدو الاعتراف التدريجي الرسمي بهذا الدواء في إطار بروتوكول علاجي للمصابين بفيروس كورونا. معلوماتكم المتوفرة حول هذا الأمر، حول هذا العلاج، وإلى أي مدى يبدو ناجح وناجح في علاج المصابين بفيروس كورونا؟ طيب سؤال ممتاز. الحقيقة في دوين يعني بينهم تشابه، هما من نفس المجموعة اللي هما الكلوروكوين والهيدروكسيكلوروكوين. لو نلاحظ الاسم متشابه لأنه هما من نفس المجموعة، والحقيقة هما الاثنين بيتحولوا إلى يعني واحد من النواتج، يعني يتحولوا إلى مادة أيضا لها فعالية للفيروس. فالكلوروكوين والهيدروكسيكلوروكوين كلهم لهم فعالية ضد الفيروس، وكمان بيتحولوا لنفس المادة، يعني الاثنين كلوروكوين وهيدروكسيكلوروكوين بيتحولوا لنفس المادة، والمادة هذه أيضا لها تأثير مضاد للفيروس. الهيدروكسيكلوروكوين بصراحة الآن هو مفضل عن الكلوروكوين. السبب الرئيسي هو يمكن يكون أكثر نشاطا على الفيروس مقارنة بالكلوروكوين، لكن السبب الرئيسي أنه هو أكثر أماناً. هذا السبب. إذا نفضل الهيدروكسيكلوروكوين، أغلب البروتوكولات العلاجية في العالم وأيضاً في السعودية هنا لو شفنا لتوصيات وزارة الصحة مثلاً حلاقي أنه الهيدروكسيكلوروكوين مفضل عن الكلوروكوين. السبب لأنه أكثر أماناً. طبعاً الدراسات أو هل عندنا دليل كافي أنه هذه الأدوية فعالة؟ طبعاً ما يخفى عليكم أنه يعني صارت في ضجة إعلامية شديدة، يعني ظناً أنه أدوية الملاريا هذه، طبعاً هي اكتشفت أصلاً قبل يمكن 70 سنة للملاريا، وبعدين تم استخدام بعضها في بعض المشاكل مثل التهابات المفاصل الروماتيزمية أو الذئبة. فالحلو في الموضوع أنه إحنا عندنا خبرة طويلة فيما يتعلق أمان هذه الأدوية، يعني 70 سنة عندنا خبرة. نعم، إلى أي درجة دكتور خالد هي آمنة باختصار من فضلك؟ نعم طيب طيب نحن ما نبغى نقول إنه الأدوية آمنة 100%، ما لها أي أثر جانبية، ولا نبغى نقول إنها سامة جدا. لا، الحقيقة هي نقدر نقول إنها نسبيا آمنة إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة. فيها بعض المشاكل اللي نخاف منها، ولكن يعني ممكن الواحد يتابع المريض يطمن انه ما يدخل في هذه الاثار الجانبيه. نعم. ما هي شائعه جدا، ليست شائعه جدا. اكثر شيء صراحه بنخاف منه مع هذه الادويه ممكن تاثر على نبضات القلب، يصير في عدم انتظام في نبضات القلب. هذه حلها انه بنسوي تخطيط للقلب، بنقرا حاجه في التخطيط اسمها الكي تي سي. فتره الكي تي سي هذه لما تتمدد في رقم معين تقريبا 500، نعم، ما نباها تتعدى، لأن لو تعدته حيصير في عدم انتظام في نبضات القلب. نعم. فهذه حلها مجرد أنه إحنا نقيس ونتابع متابعة طبية. إذا نعم. نعم نعم نعم. في آثار جانبية طبعا أخرى، مثلا ممكن يخفض من السكر في الدم، فهذه مجرد متابعة. نعم. عشان ما ينخفض السكر في الدم. في أثار جانبية أخرى تحصل مع بقية الأدوية، مثلا ممكن غثيان، دوخة، الأشياء هذه، لكن بشكل شكرا. عام نسبيا آمن. أنا نعم. بس حابب أوصل رسالة بخصوص غير العلاج. طبعا الدراسات، أنا حابب أكد أن الدراسات اللي تمت الدراسات ليست قوية أبدا، الدراسات فيها مشاكل كثير، عدد المرضى صغير جدا، وما هي كافية أنه نستنتج قطعا إنه هذه الأدوية آمنة. إحنا في انتظار نعم. دراسات أقوى ودراسات رصينة ومحكمة أفضل، ولكن في أمل نقدر نقول إنه هذه الأدوية قد تكون فعالة، ولذلك فعلا شكرا. سواء في السعودية أو خارج السعودية بدأنا نستخدمها في الممارسة. وضحت الفكرة. كنت معنا من جديد دكتور خالد الجعلي، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز والمتخصص في الأمراض المعدية. شكرا جزيلا لك.
كوفيد 19 ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، سمي بهذا الاسم نسبة إلى البروتين الموجود على السطح الخارجي للفيروس. يستطيع هذا الفيروس أن يسبب التهابا في الحلق والرئة. دعونا ننظر بتعمق أكثر، فعندما يعطس أو يتنفس الشخص المصاب فإن جزيئات الفيروس تذهب إلى الأشخاص الآخرين، تدخل عبر الأنف، تصبح على علاقة مباشرة مع خلايا الحلق والبلعوم والرئة. عندما تجد هذه الجزيئات خلية مناسبة فإنها تعمل كالمفتاح والقفل، تمسك بها، هذا يسمح للفيروس بالعبور لداخل الخلية. بعد دخول الفيروس إلى داخل الخلية يعمل على استخدام تلك الخلية لصنع البروتين الخاص به، ما يساعده على الانتقال من خلية إلى أخرى داخل الجسم بدون هجوم. لكن السؤال هو كيف تتطور أعراض الالتهاب الرئوية؟ في هذه الحالة علينا النظر إلى الرئتين. عندما يتنفس الشخص يدخل الهواء بحرية داخل هذه القنوات وصولا إلى الحويصلات الهوائية والتي يتم خلالها عملية التبادل، فيدخل الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. في حالة الإصابة يحتاج الفيروس لخلايا مناعية وحويصلات هوائية، ما يؤدي لإصابتها بالالتهاب، الأمر الذي يجعل تلك الحويصلات تمتلئ بالسوائل، وبالتالي يصعب على الجسم الحصول على كمية كافية من الأكسجين، ما يجعل جزءا من الرئة غير فعال. التهاب القصبات الهوائية يؤدي إلى ألم وسعال وارتفاع في درجة الحرارة وارتباك وصداع، وجع في العضلات، وإجهاد عام، ويمكن أن يؤدي إلى حالة أصعب عندما يصبح الجسم غير قادر على التنفس، الأمر الذي يجعل الشخص بحاجة إلى الأجهزة للمساعدة على التنفس. وبسبب الانتشار المفزع للفيروس في جميع أنحاء العالم أصبحنا بأمس الحاجة إلى إيجاد لقاح لفيروس كورونا، لكن هذا ليس بالأمر السهل. فكيف يعمل اللقاح؟ اللقاح إذا وجد بالتأكيد سيعرض الجسم إلى نوع الفيروس نفسه لمدة أسبوعين، حيث تظهر العوارض ويتحفز الجهاز المناعي للجسم، وخلال هذه الفترة تعمل الأجسام المضادة على التعرف على الفيروس. بعد ذلك إذا حصل وأن اكتشف هذا الفيروس مرة أخرى ستتعرف الأجسام المضادة عليه وتقوم بقتله. لكن اكتشاف هذا اللقاح يحتاج وقتا من الزمن، قد يكون أشهر أو سنة. لذلك ابقى في المنزل وحافظ على غسل يديك لمدة 20 ثانية. حدث اليوم مستمر وفيه أيضا رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بحل أزمة بلاده ودفع عجلة الاقتصاد. لا يزال المتظاهرين يتواجدون في محيط نحن مضطرون لأن نركض الآن. لدينا أدوات أخرى في الضغط على إيران، يعني هذه الاضطرابات هي من الأدوات الأمريكية. قنابل مسيلة للدموع تشاهدون الآن القوى الأمنية تتقدم. حتى هذه الساعة وقع أكثر من 9 جرحى. نتج عنهم إصابات. هل هذه هي الحقيقة؟ هل هذا هو الواقع على الأرض الآن؟ لا طريق، ما حدا قال لي انزل، جاي لوحدي كرمال اليوم يومنا، ما بدي طول عليك رح تختنقي، اطلعي من هون. لا نتحرك أيضا لأن يبدو أن القنابل المسيلة وصل تأثيرها إلى هذه النقطة. حسم الجدل في العراق الذي امتد لأشهر حول شخصية التي ستتولى منصب رئاسة الحكومة.
فبعد تكليف شخصيتين نفضتهما القوى السياسية هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، استقر الرأي والإجماع على رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي لأداء المهمة الشائكة. الرئيس العراقي برهم صالح قال إن جميع المكونات السياسية والاجتماعية توافقت على الرجل الذي تعهد بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة الأولويات، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق وتعمل على حل الأزمات وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وفق قوله. واليوم نشهد وضعا جديدا، الأستاذ عدنان الزرفي اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة وأرسل لنا رسالة رسمية بهذا الصدد. واليوم أريد أن أشكر للأخ الزرفي التزامه، تقديره للمصلحة الوطنية ومواقفه الشجاعة في هذه الظروف. تكلمت معه قبل قليل أيضا، أكد لي دعمه لمسار العملية وما يؤمن وحدة الصف العراقي. اليوم نحن بصدد تكليف الأخ مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. الأخ الكاظمي شخصية مناضلة مثقفة، معروف عنه النزاهة، معروف عنه الاعتدال، معروف عنه الحرص على الحقوق العامة للعراقيين. هذه مسؤولية كبيرة تكلف بها أخي الأستاذ مصطفى الكاظمي، نتمنى له كل الموفقية في هذا المسعى. لكنني أريد أيضا أن أقف على حقيقة مهمة. الفترة الماضية رافقت تلك العملية سجالات وخلافات حادة بيننا وبين الفرقاء السياسيين. اليوم بفضل الله وبجهود المخلصين توافقت القوى السياسية الأساسية وتوافقت القوى الوطنية والاجتماعية على اختيار الأخ مصطفى الكاظمي لهذا الموقف. سيد الرئيس، أتشرف بقبول هذا التكليف. كلنا خدم بشعبنا العراقي وسنعمل نكون بمستوى المسؤولية أمام الشعب والتاريخ، وأشكر كل الكتل السياسية التي عملت لتوحيد خطابها من أجل النهوض في العراق. شكرا جزيلا. ولتفاصيل أوفى حول كل هذه التطورات السياسية انضم إلينا من بغداد ماجد حميد مراسل الحدث. ماجد أهلا بك. ماجد، ما أصدق تكليف الكاظمي الآن؟ نعم، هناك ترحيب خاصة بالمشاركة الكبيرة التي تمت من قبل الكتل السياسية، هناك كان حضورا كبيرا تقريبا من كل الكتل السياسية. هذا سيسهل على المكلف عملية تشكيل الحكومة. كذلك لم يصدر أي بيان اعتراض من قبل ساحات التظاهر التي ما زالت مستمرة بالرغم من حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا. الآن انتقل الكاظمي من مبدأ التكليف إلى التشكيل، سيبدأ المشاورات من يوم السبت القادم. ستكون هناك مشاورات مع عدد من الكتل السياسية لعملية تشكيل الحكومة. أيضا سيكون هناك كتابة للمنهاج الحكومي الذي سيتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان. ستكون هناك أولويات أمام الكاظمي، منها إجراء انتخابات مبكرة والمناقشة مع مفوضية الانتخابات حول إجراء هذه الانتخابات، كذلك مناقشة الأزمة الداخلية والأزمات الداخلية خاصة الملف الاقتصادي وعدم وجود موازنة اتحادية حتى الآن بسبب الخلافات التي كانت قالت حكومة عادل عبد المهدي، لأن الحكومة ليس لديها صلاحيات باتخاذ القرارات بخصوص الموازنة. كذلك كل المراقبين يرون بأن الكاظمي سيستطيع تشكيل الحكومة سريعا، لأنه كان هناك توافقا سياسيا كاملا حول شخصيته ولديه علاقة جيدة مع الأكراد خاصة الكتل الكردية. اليوم عندما باركت للكاظمي أكدت على نقطة مهمة وهي حقوق الأكراد. الأكراد يتحدثون حول الموازنة الاتحادية، حول نسبة
الإقليم الموجودة في الموازنة، وكذلك المشاركة الكردية في الحكومة المقبلة للكاظمي. أيضا سائرون لديها مطالب بأن تكون الحكومة مستقلة وبعيدة عن الأحزاب السياسية، لذلك كذلك القوى السنية لديها بعض البنود المتعلقة في إعادة إعمار المناطق المحررة، إعادة النازحين، حصر السلاح بيد الدولة. كل هذه الأمور هي أمام الكاظمي، والنقطة الأهم هي التوجه الخارجي، السياسة الخارجية، خاصة في ظل التوتر الحاصل ما بين طهران وواشنطن. الرجل لديها علاقة جيدة مع الطرفين، وكذلك لديها علاقة بالمحيط العربي. ربما كل هذه العوامل ستساعد الكاظمي في تشكيل الحكومة بشكل سريع ومن ثم عرضها على البرلمان للتصويت عليها. نعم ماجد، فيما يخص الملفات الشائكة في الساحة العراقية، حصر السلاح بيد الدولة، ما المعروف حول الكاظمي من مواقف إزاء هذا الملف؟ نعم، كما تتذكرين هناك مهاجمة كانت من قبل عدد من الفصائل المسلحة وتحديدا حزب الله العراقي، الذي هدد الكاظمي لأكثر من مرة وذهب إلى اتهامه بعدة اتهامات. لذلك كان هناك رد صريح من قبل الكاظمي عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات، وما زال هو على رأس هذا الجهاز وهو الآن مكلف في تشكيل الحكومة. لذلك الكاظمي معروف لديه بالاعتدال، وكذلك يعني يؤمن بأن يكون السلاح بيد الدولة. هذه النقطة مهمة ربما سيعمل عليها الكاظمي من خلال التنسيق مع نقاط مهمة من خلال الكتل الشيعية التي هي تستطيع ضبط عملية السلاح، وكذلك التنسيق مع هيئة الحشد الشعبي من خلال أنه يتم تقنين وتحديد الأسماء الفصائل المشاركة في هذه الهيئة، وعدم السماح للفصائل الأخرى بتهديد الأمن الداخلي العراقي، وعملية أيضا استهداف القواعد الأمريكية، خاصة بأن واشنطن حصرت تواجدها العسكري الآن بثلاث قواعد رئيسية فقط. هذا الملف هو شائك أمام الكاظمي، ربما سيعمل مع الشركاء الداخليين وكذلك ربما أطراف خارجية على الأقل في هذه المدة لتحييد هذا السلاح بعدم الاستهداف، لكي يمضي العراق بانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة. نعم، من بغداد كنت معنا ماجد حميد مراسل الحدث، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ولمناقشة هذا التطور السياسي العراقي ينضم إلينا من بغداد حيدر الملا، القيادي في تحالف القوى العراقية. السيد الملا أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا مرة أخرى على برنامج حدث اليوم. السيد الملا، إذن أنتم كنتم أيدتم الكاظمي، اليوم هو يكلف بتشكيل الحكومة العراقية، لما مالت الكفة للكاظمي؟ شكرا جزيلا. يعني بداية دعيني يعني أقدم الثناء والشكر للسيد عدنان الزرفي الذي كان فارسا بتمسكه إلى اللحظة الأخيرة في قضية تشكيل الحكومة، وكان قد آثر المصلحة العامة في تنازله. اليوم الاعتذار الذي قدمه رفعه شأنا وعمقه في الساحة الوطنية بشكل كبير جدا، لأنه تنازل من أجل المصلحة العامة، لأنه يدرك أن طبيعة الأزمات التي تواجه الواقع العراقي بحاجة إلى حكومة تكون غطائها بيئة سياسية هادئة. حاول تفكيك العقد في الوضع الشيعي الذي كانت هنالك بعض الجهات الرافضة له، ولكن مع كل الأسف لم ينجح. ولذلك الذي يتنازل لشعبه هذا شأن يرفعه. وفي ذات الوقت حقيقة قدم السيد الكاظمي والسيد الزرفي نموذج، عندما يعني رغم أنه السيد الكاظمي كان مرشحا ساخنا منذ اللحظة الأولى بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، لكن عندما كلف السيد عدنان الزرفي سانده ودعمه، وكان أيضا يتمنى السيد الملا النجاح في مساعيه بتشكيل الحكومة. نعم سيد الملا، ونعود إلى السؤال، الكاظمي كان رشح من قبل ولكنه لم يحظى بالتأييد، ما الذي تغير؟ هذه تسأل عنها الأطراف التي كانت رافضة له، وحسنا فعل عندما رفض التكليف عندما كانت بعض الأطراف رافضة، لأنه أيضا يدرك أنه يعني بدون بيئة سياسية هادئة غير ملتهبة لا تستطيع أي حكومة أن تحقق تقدم إلى الأمام. تقديري هنالك بعض الجهات
يعني لديها مواقف نابعة من قضايا نفسية، مواقف شخصية ليس إلا. نعتقد أي شخص يعني لديه حرص على البلد ليس من المنطقي أن يترك الوضع العراقي يواجه أزمة بيئية، أزمة اقتصادية، أزمة خدمية، أزمة تظاهرات، شهداء يعني قدموا نفسهم ونذروا أنفسهم منذ انتفاضة تشرين، والوضع العراقي بدون حكومة من 29 نوفمبر في العام الماضي لحد الوقت الراهن. ولذلك يعني حقيقة تسأل عنها هذه الأطراف. ما يهم من اليوم أن الخطوة التي تحققت للسيد الكاظمي والتي أتمنى أن يستثمرها بالشكل الصحيح أن هنالك إجماعا وطنيا هيئة أرضية مناسبة خصبة حتى يستطيع أن يأتي بحكومة تستطيع أن تعالج الملفات الضاغطة على الواقع العراقي. هذه البيئة السياسية المستقرة أنا أعتقد فرصة ذهبية للسيد الكاظمي، ليس فقط أن يعني يشكل حكومة وإنما أيضا يقدم نموذج من كفاءات وينهي مرحلة الولاءات حتى يضع حجر أساس تنتقل بالعملية السياسية من مربع السلطة إلى مربع الدولة. إذن سيد الملا، أنت متفائل بقدرة الكاظمي على تشكيل الحكومة العراقية ولماذا؟ يعني شوفي، القضية تتعلق بالمنهج. يعني لا أريد أن يعني أتحدث عن السيد الكاظمي، هو اليوم كلف وهو وفريق الذي سيشكله يستطيعون أن يتحدثوا عن البرنامج الحكومي، ولكني مؤمن بمنهج الخط الثاني من الطبقة السياسية الذي يعني طالما أكدنا أنه يعني منهج غير مأزوم، ينظر إلى الأمام لا ينظر إلى الخلف، يؤمن أنه على مستوى العلاقات العراق الداخل الإقليمية أو الدولية يجب أن ينهي حالة الصراع المتدافع أو السياسة التي جعلت من العراق حلبة لصراع وتدافع إقليمي ودولي. يؤمن أنه اليوم عندنا تاريخ وجغرافيا ويا إيران تحتم أن نبني وياها أفضل علاقات، ولكن على أساس دولة بدولة، على أساس مصالح متبادلة مو على أساس علاقة تبعية. يؤمن أنه عمق العراق عربي وبالنتيجة نعم. سيد الملا، بعيدا عن الإيمان بكل هذه المبادئ، هل يستطيع الكاظمي ومن مشاهدتك وملاحظاتك للصحة العراقية أن يطبق كل هذه المبادئ الآن في هذا الظرف؟ يعني أنا أعتقد هذا التحدي الذي يجابهه، وبالنتيجة فلندع الأعمال أو منهج الحكومة وهو الذي يعبر عن نفسه. اليوم يملك دعما يعني داخليا شعبيا، دعما سياسيا. الخطوات الأولى ستكون الكاشفة لنجاحه من عدمه هي طبيعة الكابينة الوزارية التي سيقدم. نعم. إذا استطاع أن يتحرر من ضغط الكتل السياسية ويأتي بكفاءات حقيقية حتى يعطي رسالة أننا أمام مرحلة فعلا تغادر مرحلة السلطة ومرحلة الفساد وهدم المال العام، هي تأتي من تكشف نفسها من خلال كابينة. نعم سيد الملا، أنتم أن نعم. يغتنم ويستثمر الفرصة ليطمئن أبناء الشعب العراقي أننا فعلا أمام مرحلة جديدة غادرنا فيها مرحلة 17 سنة الماضية. نعم سيد الملا، أنتم في تحالف القوى وكل التيارات السياسية السنية، هل ترفعون أي شروط للكاظمي في هذه المرحلة؟ الحقيقة قضية البرنامج الحكومي نعتقد أكو أشياء في إطار العام وأشياء في الإطار الخاص. التحالف القوى العراقية أغلبية جماهيرة من المحافظات التي حررت من تنظيم داعش، هذه المحافظات تعاني من تصدع كبير على مستوى النزوح وإعادة تأهيل هذه المحافظات على المستوى العمراني على المستوى الاجتماعي. نعتقد المرحلة القادمة يجب أن يشمل فيها أو تبدأ مرحلة جديدة بتبني قانون عفو عام يعالج قضية المعتقلين، الكثير من الملفات تلك التي تتعلق بيعني إنهاء حالة الاستئثار بالقرار ببعض مفاصل الدولة التي كانت هنالك هيمنة من قبل أطراف معينة على حساب بقية مكونات أبناء الشعب العراقي. هذه الملفات بكل تأكيد ستكون حاضرة في النقاشات التي ستتم مع السيد الكاظمي باعتباره مكلفا من أجل أن تدرج بالبرنامج الحكومي حتى نستطيع أن يعني نعطي رسالة مطمئنة إلى أبناء الشعب العراقي بصورة عامة وأبناء المحافظات نعم. التي حررت من تنظيم داعش بصورة خاصة.
كنت معنا من بغداد حيدر الملا القيادي في تحالف القوى العراقية، شكرا جزيلا لك. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. الساعة الأولى إذن من حدث اليوم انتهت، نلقاكم على أساس الساعة الثانية. ملفات أخرى بالتأكيد سترتبط وتتعلق في الشق الأول بتطورات اليمنية، ثم بتطورات في العالم والمنطقة العربية حول فيروس كورونا. السلام عليكم. طائفة دينية سرية وغامضة اتهمت بنشر فيروس كورونا في كوريا الجنوبية. تحقيقات وتحريات وسط تعتيم إعلامي هناك. العربية التقت سراً بأعضاء سابقين لها وسجلت اعترافات هامة. مهمة خاصة السبت 9:30 على الشاشة العربية. اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة. ما هو المختلف في هذا الهجوم عن غيره من الهجمات السابقة للجيش الوطني بطرابلس؟ الآن هناك اشتباكات عنيفة للغاية. القوات التابعة لحكومة الوفاق أعلنت أنها لا تم الاستعداد لمواجهة أي تقدم، ما هو عتادها وعديدها؟ حكومة الوفاق لديها ميليشيات إرهابية وإجرامية وبالتالي لن تسقط أمام القوات المسلحة. أيها الأخوة، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين ولا ساعة صفر سوى صفر الأوقات. الكلام بالبلاش، انتصارات الجيش في طرابلس انتصارات كاسحة على أرض الواقع. هل نتوقع أي تحركات من قبل تركيا لدعم قوات الوفاق؟ هذا الأردوغان يتعامل بسياسة الأمر الواقع وهي بلطجة في الحقيقة. كثير من وحدات هذه الميليشيات تم القضاء عليها، تدمير مخازن التسليح، تدمير الطيران المسير. جولات تلو جولات، هل تعتقد أن هذه الجولة ربما تكون الحاسمة كما أطلق عليها؟ We'll be right back.
أهلا بكم إلى برنامج حدث اليوم في ساعته الثانية، والذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث لهذا اليوم. قصتنا الأولى كانت حول أزمة كورونا، وفي التفاصيل كلوروكين ينعش آمال الفرنسيين، ماكرو يبحث عن الطبيب الذي اقترحه كعلاج، ومشافي إيطاليا ترفض مواجهة بلا حماية. أما القصة الثانية فكانت من العراق، وفي تفاصيلها طي صفحات الجدل حول مرشح رئاسة الحكومة، توافق بالإجماع بين الكتل السياسية على اختيار مصطفى الكاظمي. أما القصة الثالثة فحول لقاح كورونا، وفي تفاصيلها منافسة محتدمة للحصول على لقاح، تجارب مباشرة على البشر وتخطي النتائج للحصول على موافقة سريعة. أما القصة الأخيرة فتتعلق باليمن، وفي التفاصيل هدنة تحالف دعم الشرعية تقابل بترحيب أممي ودولي، والسعودية تعتبرها أرضية لعملية السلام ومواجهة كورونا. يدخل الأردن منتصف الليلة وحتى صباح الأحد في حظر شامل للتجوال في كافة محافظات البلاد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. وسجل في أحد المستشفيات الخاصة حالتين مصابتين بفيروس كورونا لممرض وممرضة، جرى تحويلهما للعلاج. إدارة المستشفى أكدت أن العدوى جاءت بسبب متابعة هذين الممرضين لحالة مريض عراقي توفي بعد دخوله المستشفى بسبب أزمة صدرية. أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية إلى 355 حالة. في المملكة العربية السعودية يضاف إلى العدد الإجمالي عدد الحالات الجديدة، وهي 355 حالة مؤكدة. هذه الحالات المؤكدة توزعت في مجموعة من مدن المملكة. ندعو الجميع إلى متابعة التقارير التي سوف يتم مشاركتها معكم بشكل تفصيلي من خلال منصات وزارة الصحة عن التوزيع في هذه المدن، إضافة إلى التحديثات التي ستكون موجودة على الموقع الرسمي. وفي لبنان أوصى المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة لغاية 26 من إبريل الجاري. 1- إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6209 على 2020 حتى الساعة 24 من يوم الأحد الواقع في 26/4/2020. تعليق العمل بين الساعة 7 مساء والخامسة صباحا باستثناء بعض المؤسسات. وقرار وزير الداخلية رقم 479 تاريخ 5/4/2020 بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقامها لأرقام لوحاتها. وأخيراً طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. وفي رصد لآخر أرقام فيروس كورونا في الدول العربية، سجلت وزارة الصحة المغربية إصابة 71 شخصا بهالفيروس، ليرتفع إلى 1346 حالة. أيضا سجلت وزارة الصحة العمانية 38 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 457 إصابة. وزارة الصحة اللبنانية قالت إنه جرى تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 582 حالة. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 إصابات. هذا وسجلت الجزائر 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1666 حالة. وسجلت قطر 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات 2376. هذا وسجلت البحرين خلال 24 ساعة الماضية إصابة 32 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. هذا وسجل السودان إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 15 حالة.
ولتفاصيله فحول كل هذه التطورات الخاصة بفيروس كورونا في الدول العربية انضم إلينا هنا في الاستوديو مراسل الحدث في الإمارات عبد الله المطوع، ومن القاهرة انضم إلينا مراسلة الحدث رندا أبو العزم، ومن بغداد انضم إلينا مراسل الحدث منتظر الرشيد. أهلا بكم جميعا. البداية هنا في الاستوديو مع عبد الله. عبد الله، أي تطورات جديدة حول الوضع الصحي هنا في الإمارات وفي دبي؟ حقيقة اليوم كانت هناك أول إحاطة إعلامية في دبي، كان يتحدث فيها رئيس أو مدير دائرة الصحة في دبي حميد القطامي، وأيضا القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله المري. لكن دعيني قبل التحدث عن ملخص هذه الإحاطة التي كانت حقيقة مهمة للإحاطة عن الوضع الصحي وأيضا الأمني في إمارة دبي. اليوم افتتح 13 مركز للفحص عن بالمركبة كما كانت هي توجيهات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على مستوى دولة الإمارات. حقيقة يعني اليوم كان هناك أكثر من 1000 شخص لكل مركز، نتحدث عن أكثر من 13,000 فحص. هذا الرقم بالنسبة كدولة الإمارات وكتعداد بالنسبة لتعداد السكان هو يعد يعني الأول ربما بعد الصين بالنسبة مقارنة بالدول العظمى مثل السويد وغيرها من أستراليا وغيرها من الدول. لكن نعود إلى الإحاطة. حقيقة نبدأ بأبرز النقاط التي تحدث فيها حميد القطامي، هو المسؤول عن قطاع الصحة في إمارة دبي. أكد بأن هناك 85% من الحالات المسجلة في دبي هي تتمتع بصحة عالية، وأقل من 15% حرجة، ولكن أيضا يعني تحت السيطرة بعد أن تم اكتشاف عدد ربما من الإصابات. ولكن هناك أيضا أكثر من 250 ألف فحص أجري لحين أمس في دبي فقط للمواطنين والمقيمين. وأيضا بعد الإطلاق لهذه المراكز الفحص عبر السيارة هناك إنشاء أيضا مستشفى ميداني توقعا لأي تطور، ولكن هذا احتياطيا يستوعب أكثر من 5,000 سرير في إمارة دبي. أيضا إجراءات الفحوصات للكبار السن والمواطنين والمقيمين، أطلقت هنا دبي حقيقة عملية الفحص للمنزل، تصلك بعد الاتصال والتواصل مع الهيئة الصحة والمسؤولين عن الأزمات والكوارث لفيروس كورونا، يصل إلى المنزل للمقيم والمواطن. هذه خدمة مجانية وخصوصا فئة كبار السن والحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا الأطفال. أيضا تفضلي. نعم، سننتقل فقط إلى مراسلنا في عواصم عربية أخرى ثم نعود إليك عبد الله. ينضم إلينا الآن من السعودية سعود الخلف. سعود أهلا بك. سعود، ما الذي يرصد الآن في المشهد؟ أنت في الشارع الآن، ما الذي يلاحظ الآن؟ أهلا سارة، أنا أقف الآن في شارع الذهب وهو أحد الشوارع الرئيسة في جنوب جدة، يتم تعقيمه بالكامل من قبل أمانة جدة كباقي الأحياء والمواقع. هذه العملية تتم على عدة مراحل. سمحتي لي سارة، سيكون معي المتحدث الرسمي لأمانة جدة الأستاذ محمد البقيمي ليعطينا التفاصيل أكثر عن عملية التعقيم. أستاذ محمد يعطيك العافية، احنا موجودين الآن وعملية التعقيم، ولكن السؤال الأهم هو كيف يتم اختيار المواقع التي يتم تعقيمها؟ الحقيقة يتم اختيار المواقع بالنسبة لعدد تردد السكان والكثافة السكانية. مثل ما نعرف احنا في شارع الذهب في منطقة البلد، وهذا الشارع يحظى بالمنطقة هذه تحظى بكثافة عالية، وأيضا في تردد عالي من السكان على المحلات التجارية في الموقع هذا، فلذلك يتم استهداف هذه المواقع كما استهدفنا في السابق ومستمرين في استهداف سوق الأسواق النفع العام. على كم مرحلة بيتم عملية التعقيم؟ التعقيم يتم على 3 مراحل. عندنا إدارة العامة للنظافة وإدارة صحة البيئة. في البداية يتم فرقة النظافة، ثم يتم أعمال كنس الآلي، بعدها يتم فرق التعقيم. المواد المستخدمة في التعقيم ما هي؟ يستخدم مجموعة من المواد المعقمة ومادة الكلور، ويتم فيها رش مثل ما نحن شايفين الآن، يتم رش الواجهات المحلات والمرافق العامة وأعمدة الإنارة. جميل. الآن تتم عملية توصيل الأطعمة، كيف يتم وضع الاشتراطات الصحية لعاملي التوصيل؟ مؤخرا صدرت لائحة خدمة التوصيل الغذائي. طبعا اللائحة تنص على عدة من الاشتراطات، من أهمها توفير عربات مجهزة وتحتوي على حافظات
تحفظ الطعام من الفساد، أيضا يكون العاملين فيها حاصلين على كروت صحية وملتزمين بالشرطات الصحية اللازمة. شكرا شكرا أستاذ محمد. يعني نعم. كما تشاهدون الآن عملية التعقيم أيضا عملية التوصيل سيتم التأكد من سلامتهم حتى يعني نعم سعود الصورة واضحة، لكن سعود نحاول المرور على كل هذه العواصم العربية لمراقبة أو لتبيان كل هذه التطورات في عواصم أخرى. إذا رندا الآن من القاهرة، مصر تنتظر أقصى المراحل في انتشار فيروس كورونا، ما المتوقع الآن رندا؟ سارة، اليوم هو البدء في قرار تنفيذ الحظر المرحلة الثانية. بالأمس كان قد أصدر رئيس الوزراء أن فترة الحظر مدها لمدة أسبوعين، ولكن يبدأ من الثامنة أي منذ نحو 10 دقائق. ربما هذا هو الشارع تقريبا خالي من السيارات فيما عدا بعض السيارات المستثناة. هذه القاهرة التي تكون عادة قاهرة ساهرة بكل شوارعها، ويوم الخميس بنرى شوارعها خالية أو شبه خالية التزاما بقرار الحظر، هذا القرار الذي سيمتد حتى يوم 23 من إبريل. أيضا الأرقام ما زلنا في انتظار تحديث الأرقام، كان آخر أرقام تم الإعلان عنها بالأمس من وزارة الصحة 1560 حالة، من بينهم 305 تم شفائهم وخرجوا من مستشفيات العزل، و103 حالة وفاة. ولكن علمنا من مصادر للحدث أن هناك بعض الحالات التي ظهرت في مستشفيات النجيلة وفي مستشفى إسنا، ما بين الأطباء وما بين التمريض لم يتثنى لنا حتى الآن التأكد من صحة هذه المعلومة، ونحن في انتظار تحديث من وزارة الصحة. ولكن علمنا أن أيضا أن مستشفى مجدي يعقوب للقلب، وهي المستشفى التي أعلنت أن هناك بها حالات من مرضى ومن عمال أمن، وتم عزلهم وتعقيم المستشفى بالكامل. وأيضا في شركة سامسونج في بني سويف تم إغلاق الشركة لمدة 14 يوما وإعطاء العاملين بها أجازة حتى يوم 23 من شهر إبريل، وأيضا عاملين في شركة غزل المحلة بعض العاملين بسبب وجود حالات. اليوم الرئيس السيسي وبخ المسؤولين عن تنفيذ بعض المشروعات في حي مصر الجديدة، لأن العمالة هناك كانت لا تلتزم أو لم يتم لا يرتدوا الكمامات، وكان هناك تشديد كبير جدا على أن هذه العمالة المؤقتة أو كل العمالة يجب أن تتقيد وتلتزم بشروط أو بالإجراءات الوقائية، وجاء هذا في فيديو واضح. وأيضا وجدنا أن المتحدث باسم مترو الأنفاق ذكر أن ستوزع الكمامات مجانا على المواطنين. تبقى نقطة واحدة أخيرة، هو ربما قبل شهر رمضان وجدنا تزاحم بعض الشيء في شراء حاجات رمضان. تفضلي سارة. نعم، هذا في العواصم التي مررنا بها، آخرها كان القاهرة، الآن إلى بغداد. منتظر، ما مستجدات الوضع الصحي في العراق؟ قبل ساعة من الآن تقريبا أصدرت وزارة الصحة حصيلة كورونا لهذا اليوم، وبالتالي هناك 30 حالة إصابة جديدة مسجلة لهذا اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1232 إصابة. لا توجد وفيات اليوم، وتبقى إذن الأرقام بالنسبة للوفيات 69 حالة وفاة. أما بالنسبة لحالات الشفاء ففاقت 496 حالة شفاء. العينات التي فحصت اليوم وثبت أن 30 شخصا منها مصابين بكورونا كانت أكثر من 2052 شخصا. بالنسبة لعدد عمليات الفحص التي طالت العراقيين منذ انطلاق كورونا ومنذ بدء تفشي الفيروس في العراق فاقت 30,400 حالة، أي أن السلطات الصحية قامت بفحص كل هذا العدد. نحن الآن أمام إغلاق وأمام تمديد لحظر التجوال إلى 18 من الشهر الجاري. السلطات على ما يبدو هنا لا تريد التراخي، وبالتالي حدوث كارثة صحية على غرار ما جرى في بعض الدول الكبرى في أوروبا. نعم، بالعودة إلى الإمارات وكل التطورات، عبد الله كنت تذكر الأرقام وذكرت حتى حالات المصابين بفيروس كورونا، ماذا عن الإجراءات التي تتخذ؟ هل من تشديد لهذه الإجراءات في إطار مكافحة فيروس كورونا؟ حقيقة هذا الجانب تحدث فيه القائد العام لشرطة دبي خلال هذه الإحاطة، الفريق عبد الله المري.
أشاد بالالتزام الملموس من قبل المواطنين والمقيمين في تقييد الحركة المرورية في إمارة دبي، ولكن هناك شدد على الإجراءات التي ستكون عقابية على من يخالف ذلك، وهي لأول مرة بنشر صور على وسائل التواصل الإعلام الحديث أو التقليدي لمن يخالف هذه القيود. وأيضا أشاد بأن هناك حقيقة برنامج ينسق مع وزارة الخارجية الإماراتية والهيئات الدبلوماسية الموجودة في دولة الإمارات لعودة عدد كبير من الجاليات العربية أو الأجنبية التي ترغب بتطبيق الإجازة المبكرة. هذه أبرز ما تحدث عنه، وأشار إلى أن نقطة مهمة جدا بالمناطق السكنية العمالية، والتي ربما هو اهتمام كثير من المراقبين بهذا الموضوع في إمارة دبي حقيقة، أشاد بأن هناك عمليات فحص شاملة تعمل على تقييد حركة هذه المجمعات والتأكد من سلامة وصحة هؤلاء من إنشاء مستشفى ميداني. وهذا ما حدث حقيقة الأسبوع الماضي في منطقة الرأس في منطقة دبي التي تكتظ بعدد كبير من السكان، وأشاد بأن هذه المرحلة ربما تزداد خلال المراحل المقبلة أو الأيام المقبلة في مناطق مختلفة، وهي العنوان الأبرز صحة وسلامة الناس. هذا ما أكده خلال الإحاطة الإعلامية اليوم، أن الوضع الصحي في إمارة دبي ربما يشار إليه بالوضع الصحي القوي حقيقة. نعم، هذا عن الوضع الصحي في الإمارات. في جولة أخيرة نذهب إلى السعودية، إلى سعود الخلف، ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة لعملية التعقيم في أحد شوارع جدة. سعود، ما الذي يحدث الآن؟ وبالإضافة إلى ما الذي يمكن الحديث عنه عن مدى التزام المواطنين بكل إجراءات مكافحة فيروس كورونا؟ نعم سارة، يعني بالتأكيد مع كل هذه الإجراءات يجب على المواطنين والمقيمين يعني الالتزام بكل التعليمات والقرارات التي صدرت من السلطات السعودية. نلاحظ أن هنالك استجابة فعلية لما تم من قرارات. نحن ندخل الآن تقريبا في اليوم الثالث من منع التجول لمدة 24 ساعة، والمسألة تسير بشكل جيد. نعم سعود، بدأوا يستوعبوا خطورة المسألة. نعم، شكرا سعود، انتهى الوقت المخصص لكل هذه الجولة في العواصم العربية. كنت معنا مراسل الحدث من السعودية سعود الخلف، ومن القاهرة كانت معنا رندا أبو العزم، ومن بغداد منتظر رشيد، وهنا في الاستوديو بالتأكيد عبد الله مطوع. شكرا جزيلا لكم جميعا. انعكاس مباشر لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سواء على مستوى الدول أو الأفراد. فصندوق النقد الدولي اعتبر أن وباء كوفيد-19 تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929. فأكثر من 170 دولة من أصل 189 يقول الصندوق إنها ستشهد انكماشا في دخل الفرد، كما أن الاقتصاد العالمي ربما يشهد في أحسن الأحوال انتعاشا ولكن جزئيا عام 2021، شريطة أن يتم احتواء الوباء في النصف الثاني من عام
أو من هذا العام. تقارير اقتصادية بينها تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية تتوقع أن تدفع تداعيات انتشار كورونا نحو 500 مليار شخص إلى الفقر، أي العيش بمبلغ يتراوح بين أقل من دولارين إلى 5 دولارات يوميا. فالأزمة الاقتصادية تتطور على نحو أسرع من الأزمة العالمية عام 2008، وتظهر التقديرات بحسب أوكسفام أن الفقر العالمي قد يتفاقم لأول مرة منذ 1990، ما قد يعيد بعض البلدان لمستويات فقر لم تشهدها منذ 3 عقود. وفي ظل أسوأ السيناريوهات سيؤدي انكماش الدخل 20% إلى زيادة عدد من يعيشون في فقر بنحو 434 مليون إلى 1.2 مليار تقريبا في أنحاء العالم. وسيسفر نفس السيناريو عن زيادة عدد من يعيشون بأقل من 5.5 دولار يوميا بمقدار 548 مليون إلى نحو 4 مليارات شخص. وقبل أن ننتقل إلى هذا الملف، الملف اليمني، فقط أشير إلى هذه الأخبار العاجلة من واشنطن. واشنطن إذن تحث الحوثيين على تجاوب ما أعلن السعودية وقف إطلاق النار في اليمن. إذن هذا هو التطور العاجل، التطور اللافت الآن في الساحة اليمنية السياسية. إذن واشنطن تحض الحوثيين، الميليشيات الحوثية، على التجاوب مع هذا الإعلان لتحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في اليمن. أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ونائب الرئيس اليمني عن تقديرهما المشترك لوقف إطلاق النار من جانب تحالف دعم الشرعية، وناقش الخطوات المقبلة بما يشمل اجتماعا بين الأطراف لإحراز تقدم في الاتفاق على وقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن وعدة إجراءات إنسانية واقتصادية إلى جانب استئناف العملية السياسية. جريفيث أعرب أيضا عن أمله بعقد اجتماع افتراضي بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت. السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد الجابر أوضح خلال مداخلة سابقة أن مبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن هي استمرار لجهود السعودية للتوصل إلى حل سلمي وعادل في اليمن، كما أنها تأتي في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا. المبادرة هي استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم عملية السلام في اليمن. السلام دعمتها دول الخليج والمملكة العربية السعودية في العام 2011، قدمت المبادرة الخليجية والتي تنفذيها التي نقلت السلطة سلميا إلى الرئيس عبد الرب المنصور هادي، ودعمت كل المبادرات وكل المشاورات في بييل وفي جنيف 2015، وأيضا في مشاورات الكويت 2016، ودعم جهود جميع المبعوثين لليمن سواء كان جمال بن عمر أو إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو مارتن غريفتس، فيتأتي في إطار الدفع بعملية السلام، وأيضا تأتي في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر به العالم أجمع لمواجهة خطر فيروس الكورونا وانتشاره في كل العالم وبالذات في اليمن، وأيضا يأتي استجابة لمطالبة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مواجهة فيروس الكورونا، وكذلك يأتي أيضا دعما لجهود المبعوث الأممي لليمن السيد مارتن غريفتس لدعم مقترحاته الثلاث سواء بخصوص إيقاف إطلاق النار بشكل دائم حيث تجتمع الأطراف اليمنية مع فريق عسكري من التحالف لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات له، وأيضا مقترحاته بشأن العملية الإنسانية أو العمليات الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وإضافة إلى مناقشة كيفية استئناف العملية السياسية كما قدمها للحكومة اليمنية وقدمها أيضا للحوثيين. ومعنا عبر الهاتف من الرياض المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن التركي المالكي. سيادة العقيد أهلا بك على شاشة الحدث وفي حدث اليوم. سيادة العقيد الركن، إذن التحالف دعم الشرعية أعلن وقف النار لمدة 2 أسبوع، هذه المدة قابلة للتمديد الآن، دعم دولي، دعم أوروبي، عربي، حتى أمريكي لهذا الإعلان، كيف تعلقون بداية على هذا الدعم؟ ما المنتظر الآن كذلك؟ أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى المشاهد الكريم. طبعا المملكة العربية السعودية هي دولة صانعة سلام ولها إسهامات كثيرة في المنطقة وفي العالم.
حلف دعم الشرعية باليمن منذ بداية العمليات العسكرية وحتى الآن ومستمرون بإذن الله تعالى. هناك قيم، هناك مبادئ خاصة بحلف دعم الشرعية في إعادة الحكومة اليمنية الشرعية وأيضا إعادة مؤسسات الدولة في اليمن. لا يمكن أن تعاد الدولة اليمنية وتعاد مؤسسات الدولة وأيضا التخفيف من معاناة الشعب اليمني دون أن يكون هناك حلول سياسية للانقلاب الحوثي. المجلس الأمن في قرارات الصادرة بهذا الشأن هو يدعم تحالف دعم الشرعية، وهناك القرار 2216 أيضا. هناك دعم مستمر وجهود مستمرة مع المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن جريفيث. نحن نعمل في تواصل مستمر مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصا الدول الخمس دائمة العضوية، وأيضا نعمل في إطار التحالف ومستمرون مع الحكومة اليمنية الشرعية في الدفع نحو الحل السياسي في اليمن. منذ صدور بيان التحالف كما ذكرتم هناك مبادرات وأيضا هناك تأييد من قبل المجتمع الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرتم في بداية التقرير، وأيضا هناك بيانات صادرة من مجلس التعاون الخليجي ومن السفراء لدى اليمن في هذا الجانب. هذا شيء متوقع أن يكون هناك دعم للمبادرة لأن المبادرة هي الطريق، أقدر أقول طريق مناسب للوصول إلى حل سياسي. هناك تهيئة للأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى حل سياسي وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني سواء كانت المعاناة الاقتصادية أو ما يمر به الشعب اليمني في هذه المرحلة وخصوصا مع جائحة كورونا والتي تمر على العالم أجمع. نعم، في المقابل سيادة العقيد الركن، الحوثيين هل وصلتكم أي معلومات حول أي موقف للحوثيين من هذا الإعلان، وهل كذلك من استجابة للدعوات الأممية من الحوثيين؟ طبعا بعد إعلان التحالف ليلة البارحة يعني من المتوقع أن يكون هناك على الأقل ردة فعل إيجابية، وهذا المفترض إذا كان هناك تقديم لمصلحة الشعب اليمني وهناك دراسة مستفيضة أو قبول لإعلان التحالف بوقف إطلاق النار. للأسف الشديد وكما تعلمون كما يعلم المشاهد الكريم قامت الميليشيات الحوثية بعد إعلان التحالف بوقف إطلاق النار بإطلاق صاروخين باليستية على محافظة مأرب، على مدينة مأرب، في امتداد للاستهدافات المتعمدة للمدنيين والعيال المدنية. كان هناك أيضا استهدافات ليلة البارحة في محافظة الحديدة، ونحن نعلم أن اتفاق ستوكهولم لم يتم تطبيقه من قبل الميليشيات الحوثية. لا زالت الميليشيات الحوثية حتى الآن ليس هناك أي ردة فعل أو إيجابية من قبل الميليشيات الحوثية بقبول هذا وقف إطلاق النار من قبل التحالف لمدة أسبوعين، ونحن نأمل أن تكون الأسبوعين هي المرحلة والبداية لأن يكون هناك حوار ما بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين الانقلابيين. وكما ذكرتم في التقرير هناك أيضا مقترحات من السيد مارتن جريفيث أن يكون هناك فريق عسكري من قبل التحالف للمشاركة في هذا المحادثات. نعم جريفيث، جدا إذا تسمح لي. نعم. التحالف من الساعة الثانية عشرة ظهرا اليوم هناك تطبيق شامل وقت إطلاق النار في اليمن في كافة المحاور. هناك وقف للضربات الجوية، هناك تنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية في هذا الجانب، التزام كامل من التحالف بوقت إطلاق النار، لكن للأسف الشديد أيضا امتداد الأعمال العدائية والهمجية من قبل الميليشيات الحوثية. ما تم رصده اليوم هو استمرار لأعمال الميليشيات الحوثية في استمرار عملية الحشد، أيضا تموضع القوات وتحرك العناصر الإرهابية في الجبهات، أيضا استمرار عمل التحصينات، وأيضا هناك أعمال نشطة في خطوط الإمداد. وهذا الأعمال المتوقعة من الميليشيا الحوثية في أي فترة، وهذه وقت إطلاق النار ليس بالأول في اليمن، كان هناك وقت إطلاق نار سابق وفي مراحل سابقة والتي كان أهمها في 2016 في محادثات الكويت، ولم يكن هناك التزام من قبل الميليشيات الحوثية. نعم. ونأمل أن يكون هناك يعني تقديم مصلحة الشعب اليمني والنظر في مبادرة التحالف للخروج بالشعب اليمني من هذه الأزمة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية، وأن يكون هناك حديث بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي مستدام وشامل في اليمن.
نعم سيادة العقد الركن مارتن جريفيث كان قال أنه يأمل بعقد اجتماع افتراضي بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت. كنت تحدث كذلك سيادة العقد الركن عن لقاء اللجنة العسكرية، نريد أن نستوضح هذا الأمر، هذا اللقاء المرتقب للجنة العسكرية. كما ذكرتم وكما ذكر التحالف في البيان الصادر بشأن وقت إطلاق النار، هناك أهداف لوقت إطلاق النار، منها تهيئة الظروف والعوامل. هناك عمليات قتالية عسكرية ما بين الحكومة اليمنية الشرعية والتي هي تتصرف بموجب القانون الدولي والإنساني في تمثيل الحكومة اليمنية وتمثيل الشعب اليمني. الهدف من هذه المبادرة تهيئة الظروف والعوامل سواء للحكومة اليمنية الشرعية، وكما ذكرت أنا في مقابلتي ليلة البارحة أن هناك تنازلات قدمتها الحكومة اليمنية الشرعية، هناك جهود من المبعوث الخاص، هناك كان دعوة في 25 مارس من الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا دعوة وجهود من قبل سيد مارتن جريفيث. من هذه الأهداف أيضا التخفيف عن الشعب اليمني ومواجهة جائحة كورونا في ظل هذه الظروف الاستثنائية. التهيئة بأن يكون هناك لقاء مباشر ما بين الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الانقلابيين، وأن يكون، وهذا مقدم من السيد مارتن جريفيث، وأن يكون هناك فريق عسكري من التحالف وبإشراف الأمم المتحدة. هذا هو المقدم من السيد مارتن جريفيث. نعم سيادة العقد الركن، في سؤال أخير، هذه المدة المخصصة لوقف النار قابلة للتمديد، ما الذي يحدد إمكانية التمديد مستقبلا؟ هل هناك قبول من الميليشيا الحوثية؟ نحن ننظر إلى المبادرة بكل إيجابية للمبادئ السامية التي قمنا بعرض هذه المبادرة بوقت إطلاق النار. الشعب اليمني الشقيق هو الأساسي والركيزة في هذه المبادرة، بل يكون هناك تخفيف عن الشعب اليمني من الأوضاع الاقتصادية وأيضا في ظل الظروف العالمية والصحية. لا شك أن هناك مسؤولية تقع على الميليشيات الحوثية، سواء كانت مسؤولية قانونية أو مسؤولية أخلاقية في حال الرفض. رفض الميليشيات الحوثية هو عبارة عن تأزيم للوضع الإنساني واستمرار لتأزيم الأوضاع الإنسانية ومحاولة للمتاجرة بالوضع الإنساني، وأيضا رفض الميليشيات الحوثية هو يغذي انتشار كورونا في ظل الجائحة والتي يمر فيها العالم. إذا رفضت الميليشيات الحوثية هذه المبادرة، لا شك أنه متعمد من قبل الميليشيات الحوثية بإدخال اليمن إلى نفق مظلم وتضييع فرصة مواتية للحل السياسي، ودليل على أن الميليشيات الحوثية أصبحت، أو العناصر القيادية والإرهابية أصبحت تجار حرب، بمعنى أنه يتم الاستفادة من الوضع الحالي في اليمن من تردي الأوضاع الإنسانية، متاجرة بعض القيادات الحوثية بالاقتصاد اليمني وكذلك من خلال السوق السوداء. فنأمل أن يكون هناك تقديم لمصلحة الشعب اليمني، لكن كما ذكرنا إذا تهيأت الظروف المناسبة والتي يسعى التحالف مع جهود المبعوث الخاص بأن يكون هناك حوار ما بين الحكومة اليمنية والشرعية، بالتأكيد راح يكون هناك تمديد لهذه الفترة من وقت إطلاق النار. نعم كنت معنا من الرياض المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، شكرا جزيلا لك. توالت ردود الفعل المرحبة عربيا ودوليا بقرار التحالف لوقف النار باليمن، كان آخرها من البحرين، مصر، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
اعتبر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه من قبل التحالف تحالف دعم الشرعية هو فرصة جادة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا. هذا وأضاف أن المبادرة تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وجديتها في توحيد الجهود لمواجهة كورونا، كما شدد على ضرورة لا يكون وقف إطلاق النار لابتزاز واستغلال حاجة الشعب ومخاوفه من قبل الميليشيات. هذا وثمن رئيس الوزراء اليمني الجهود السعودية ودعمها لغتي الموجه للبلاد. ولمناقشة هذا التطور اليمني ينضم إلينا من لندن السفير اليمني السابق في سوريا عبد الوهاب طواف. السيد طواف أهلا بك على شاشة الحدث. وفي حدث اليوم إذن وقف النار دخل حيز التنفيذ وسط ترحيب دولي عربي أوروبي وأمريكي كذلك، ما أهمية هذه الخطوة في إطار الوصول لحل سياسي؟ أهلا وسهلا أختي العزيزة. مصلحة الشعب اليمني هي المحور في هذا الإجراء، وبالتالي الكل سيرحب، وهي أمنية وهو طموح وهو مطلب للحكومة اليمنية وللمواطن اليمني ولدول التحالف. ولكن ماذا سيكون رد الحوثي؟ هنا مربط الفرس. كيف سيتعامل الحوثي في هذه الهدنة التي سبق أن لم يلتزم بأي هدنة سابقة، وإنما استخدمها لإعادة ترتيب صفوفه والاستعداد لجولات عنف وحرب قادمة؟ نعم، إذا سيد طواف في هذا الإطار لا تتوقعون أي التزام حوثي بالهدنة، أي استجابة للدعوة الأممية بوقف إطلاق النار على الأقل من أجل مصلحة المواطنين اليمنيين ومكافحة فيروس كورونا؟ أولا أختي العزيزة، الحرب هي قامت من أجل إرجاع الحوثيين عن مشروعهم العنصري المدمر، ولم تشتعل الحرب من أجل الحرب ومن أجل القتال. من الذي يريد أن يدفع باليمن إلى أكون حرب مدمرة؟ ولكن الحوثي منذ 2004 بداية مشروعهم العنصري وحتى اليوم لم يلتزموا بأي قرار ولم يلتزموا بأي بند فيهم مصلحة الشعب اليمني. رأينا في ستوكهولم الذي سعى إليه سيد غريفك وأوقف القوات اليمنية من طرد هذه الميليشيات من الحديدة. ماذا عملنا منذ ذلك الحين إلى اليوم؟ لم ينفذوا بند واحد، حتى أبسط البنود اللي فتح الطرق وتسليم والإفراج على المعتقلين. وبالتالي من يعتقد أن ميليشيا الحوثي تسعى لمصلحة الشعب اليمني فهو مخطئ، والدليل ما يحدث اليوم على الأرض، وسنرى اليوم وغدا كيف سيتعامل مع هذه الهدنة. سيتعامل بحفر الخنادق وتفخيخ الأرض كما هو في الحديدة. الحديدة هناك هدنة توافق دولي، ولكن ماذا يحدث؟ لم تتوقف الحرب يوما واحدا ولو. نعم، وركز سيد طواف في هذا الإطار، ما الحل؟ كيف يلزم الحوثيون بوقف النار؟ للأسف أنا لست داعية حرب، وأي مواطن يمني يريد أن تتوقف الحرب اليوم، ولكن الحوثي حصر الشعب اليمني في زاوية. إما استمرار العمليات الحربية كما استمرت في العراق حتى تم تطهيرها من داعش، أو التسليم لهذه الميليشيات لحكم اليمن بمشروع العنصري الذي نرى آثاره ونرى رأسه في العراق وفي لبنان وفي هذه الدول التي تعاني من اليوم من حكومات عنصرية، من حكومات ميليشاوية. هذه الميليشيا التي تعبئ الشعب اليمني اليوم وتعبئ الأطفال والشباب والشيوخ والنساء، أنها لن تتوقف إلا بعد أن يكون عاصمتها مكة، وبالتالي حكم الدول حكم العالم الإسلامي. هذه أختي العزيزة، هذه ميليشيا عنصرية. نعم. لم تبقي أي شيء تحافظ على مصالح الشعب اليمني. ترى سياساتهم، سياسات الإفقار والمتاجرة بالإغاثة التي تدفع بها دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. اليوم تتاجر في النفط،
سعر النفط في للمواطن اليمني الذي واقع تحت حكم سيطرة هذه الميليشيات 4 أضعاف عن السعر الدولي. تتاجر بالإغاثة، تتاجر سياستهم سياسة إفدار، سياسة تجهيل، وبالتالي ماذا نريد؟ أنا أتمنى أن هذه الهدنة يكون لها خير وتنصاع ميليشيا الحوثي لصوت العقل وتقعد إلى مفاوضات حقيقية تؤدي إلى نزع الألغام التي سببت اشتعال الحرب. نعم. ولكن إذا لم تكن هناك هدنة وسلام يؤدي إلى نزع جذور وأسباب المشكلة، لن يكون هناك سلام، وإنما حروب، حرب تلو الأخرى وحرب شكرا أخرى حتى 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 يرجع اليمن إلى الشعب اليمني. من لندن كنت معنا السفير اليمني السابق في سوريا عبد الوهاب طواف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وفي إطار متابعتنا لفيروس كورونا، كنا أخبرناكم سابقا بأننا سنخصص فقرة في حدث اليوم لأسئلة المشاهدين بخصوص الصحة النفسية والجسدية. هذه الأسئلة طرحت بالتأكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث. تلقينا بعضا من الأسئلة التي سنناقشها مع ضيفنا الدكتور جهاد سعادة. دكتور جهاد، أهلا بك. يمسيكم بالخير جميعا، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله نقدر نجاوب الأسئلة اللي موجودة في بال المستمعين. سؤالنا الأول من فالنتينا التي تتساءل عن سبب سرعة انتشار كورونا في زمن قياسي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا وفرنسا. هل من المعقول تقول أن مصاب واحد قام بنقل العدوى لكثيرين؟ طبعا هي سلسلة من الانتشار. حاليا معدل نقل الإصابة من شخص مصاب بيقدر ينقله إلى 3 أشخاص متعافين بالمعدل، لكن هي طبعا معادلة هرمية بنسميها. سبب سرعة الانتشار هو عدم أخذ الاحترازات المبكرة في هاي الدول، عدم أخذ القرارات الصحيحة في موضوع تثقيف الشعب والقرارات الحكومية، إضافة إلى شغلة جدا مهمة الناس لازم تعرفها، إنه كل يوم بيتم إعلان حالات إصابات أكثر بسبب تقنية الكشف اللي صارت وتقنية المتابعة. يعني زمان كنا نعرف إحنا من الإصابات من الأعراض الطبية، بعدين صرنا نشوف أشعة الصدر، وحاليا توفر تحليل مختبر. فبالتالي لما بتزيد عنا قدرتنا على الكشف عن الفيروس بتزيد الأعداد حتما وأكيد. نعم. مهاب يسأل في هذا الإطار كذلك، هل الفيروس يتكاثر إذا لامس الطعام؟ لا، الفيروس لا يعيش مدة طويلة على الأسطح، وعلى الطعام تحديدا ما في أي دليل علمي على أنه ينتقل عن طريق الطعام بالذات إذا كان مطبوخ. نعم. أما الآن فمبارك يسأل، هل الفيروس يدخل عن طريق الأذن؟ لا، ما برضو ما في دليل علمي. الفيروس محتاج غشاء مخاطي لا يقدر يتمسك فيه، في إله زي المستقبلات أو الكراسي خلينا نسميهم، اللي معروف حاليا لدينا على انه قادر عن الانتقال بشكل اساسي عن طريق الانف وعن طريق الفم وعن طريق العين. نعم. شخص اخر كذلك كمامات هنا كمان. نعم. شخص اخر يسال الان، هل فحص السيتي سكان وحده يشخص المرض ام انه من الضروري ان يفحص الشخص كذلك عن طريق بي سي ار؟ السي تي سكان ممكن يعطي انطباع جدا جيد، لكن تأكيد الإصابة يتم الفحص المخبري حتما وأكيد. لازم برضو الناس تفهم شغلة جدا مهمة في موضوع البروتوكول للفحص المخبري. حسب تقارير منظمة الصحة الدولية يجب فحص المختبر مرتين متتابعات، بمعنى إذا اليوم أنا أخذت لك عينة بي سي آر وعملتها وطلعت سلبي، هذا الكلام لا يعني حتما وأكيد أنك أنت شخص سلبي، لازم ننتظر كمان أسبوع وناخد عينة جديدة ليتم فحصها. عينتين سلبي تنفي الإصابة. نعم. الأخوة تسأل الآن، هل إذا أصيب المرء بالفيروس وتعافى منه هل سيكون سببا لجلب أمراض أخرى في الأعوام القادمة مثلا؟ إنه الفيروس يكون له تبعات صحية، يعني المقصود بعد الإصابة والتعافي، إذا فهمت السؤال صحيح. لغاية اليوم ما في أي دراسة تثبت هذا الكلام، وأغلب الناس اللي تتعافى من المرض تتعافى وبشكل جدا كويس والحمد لله. نعم، ولكن دكتور ربما يقصد في هذا الإطار كذلك إن كان الشخص يتحصل على حصانة ومناعة من هذا الفيروس لاحقا، أم أنه قد يصاب به؟
هو حتما وأكيد إذا تعرض للفيروس كمان مرة سيصاب به، لكن بسبب وجود المناعة تاعته ستكون أعراضه جدا قليلة وشبه معدومة. نعم، أريج الآن تتساءل وتقول في حال لم يوجد لقاح لهذا الفيروس ما هي النتائج وكيف سيتم التعامل معه طبيا وعلميا؟ بالعادة عشان نكون واقعيين ما نحط الأمل الزائف، اللقاحات بتاخد وقت طويل، وبالوقت اللي ممكن إحنا يعني نحط لقاح فعال لهذا الفيروس بعد التجارب السريرية بالغالب الفيروس رح يكون قضى على نفسه. كيف قضى على نفسه الناس رح تسأل؟ الفيروسات بتخش في ما بنسميه جيناتيك ميوتيشن أو الطفرات الجينية وبتكون سريعة، فالمستقبلات اللي حاليا هي خصوصي موجودة للإنسان ستتغير وتجد معيل آخر مع الوقت بسبب هذه الطفرات. فالموضوع موضوع عامل وقتي، والبعد الفيزيائي في الوقت هذا هي الفكرة من حد الانتشار لغاية ما الفيروس هذا يشوف له معيل آخر إن شاء الله. إن شاء الله. أريش كذلك تتساءل هذه المرة عن مناعة القطيع، تقول هل سيتم أخذها بعين الاعتبار هذه النظرية حول مناعة القطيع؟ أنا برأيي أنه هي يعني نظرية الصراحة جربناها في 2009 وقت ما تفشى فيروس الإنفلونزا وانتهينا بعدد مهول من الإصابات والوفيات. حاولت بعض الدول في أوروبا أنها تتبنى هذه النظرية لكن عدلت عن رأيها وبشكل سريع مجرد ما لقت أنه عدد الإصابات كتير وعدد الناس اللي محتاج رعاية طبية كتير. الأصل أنه ما نلجأ لها الصراحة. نعم، يقول أحد المتابعين كذلك لصفحات الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك علاقة أو أن هل هناك علاقة تربط انتشار فيروس كورونا بدرجات الحرارة المختلفة في كل البلدان؟ يتساءل في هذا الإطار كذلك هل سنشهد انحصار الفيروس في فصل الصيف؟ الفكرة دائما في ارتباط درجات الحرارة في الدول هي بتحكم تصرفات البني آدمين الاجتماعية في هذه الدول. فإذا بنيجي بنحكي مثالاً إنه ارتفاع درجات الحرارة ممكن يفرق الناس عن بعض وما تخليها تتجمع وتطلع في مسافات بعيدة سينحد من الانتشار، لكن إذا درجة الحرارة بتجيب الناس أقرب وفي أماكن مغلقة لا ما رح ينحد الانتشار. جواباً، الفيروس لا يبدو على إنه يتأثر بالحرارة، وأكبر دليل على إنه حتى أستراليا اللي هي كانت في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وقت انتشار الفيروس تأثرت بهذا الفيروس. والشغلة الثانية بدنا نتذكر فيروس المرس في 2012 واللي هو أحد عوائل الكورونا وأحد السلالات تفشى في المملكة العربية السعودية في أوغست في عز الحر، فالحرارة ما إلها إلا بتصرف الناس الصراحة. نعم، يتساءل كذلك أحد المتابعين يقول هل بخار الثوم مجدي؟ نهائيا لا بخار الثوم مجدي ولا أي نوع من أنواع الأعشاب أو أنواع الأبخرة مجدي أبدا، لأنه الفيروس هذا إذا أنت تعرضت له مباشرة سيدخل جوا الخلية ولا يبقى معلقا خارج الخلية زي ما الناس بتتخيل. نعم، دكتور جهاد، ما أبرز الأسئلة التي تطرح عليك في الخارج حول سبل معالجة فيروس كورونا؟ في علاجات تجريبية طبعا، في بعضها يسجل نتائج جيدة وفي بعض الأشياء بتسجل نتائج غير جيدة. بالنسبة للعلاجات يعني إحنا الصراحة اللي موجود حاليا بإيدينا يتم تجربته على الحالات المتوسطة والخفيفة وتتم بنجاح نسبي، لكن هي مش العلاج الحقيقي. يعني ما بنجربها على الحالات المتوسطة والحرجة بسبب إنه في إلها تبعات الصراحة غير مرغوب فيها. ليش الناس بتقول طيب بنجربها على الحالات الخفيفة اللي هي ممكن تتعالج لوحدها؟ هي الفكرة منها تقصير مدة العلاج وإخراج الشخص من الحجر الصحي لأمكن غيره إنه يجي وياخد هاي الرعاية الطبية. مدى قربنا، أنا برأيي الصحيح إنه إحنا لسنا قريبين بغض النظر على إنه دائما في إعلانات عن موضوع تطور العلاج وإن كان مخبري وفعال مثلا في خلال 48 ساعة، لكن التجارب البشرية شوي تختلف. برأيي الشخصي طبعا وليس عندي كلام مثبت علميا لأني أنا محاسب، العلاج الفعال سيكون علاج بيشتغل على الجهاز المناعي ضمن سلسلة التجاوب المناعية اللي بتصير في مرحلة معينة إنه يحبط هاي المرحلة فقط أو يخفف من حدتها. نعم دكتور جهاد، هل من معلومات مغلوطة تصلك من قبل أشخاص في الخارج ويجب استغلال هذه الفرصة لتصحيحها؟ جدا، مبدئيا يعني الناس مع الأسف التهت في موضوع الغرغرة وموضوع الأبخرة وموضوع العلاجات الوقائية والكلام هذا كلياته.
أنا برأيي أنه هذا الكلام يعني يشتت البشر من التركيز على المعلومة الصحيحة واللي هي فعلاً إنها تحميك، مش تركز على المعلومة اللي أنت ممكن تفترض أنك أنت ستصاب بالكورونا. الأصل عندكم، وهذا الكلام موجه إن شاء الله للجميع، الأصل إنك ما تصاب. الوقاية سهلة ممتنعة، هي بكل بساطة عملية نظافة عامة، إنك تغسل إيديك بالماء والصابون، وأهمهم القاعدة الذهبية اللي أنا دائما بتكلم فيها، طول ما أنت برا وبتلامس أسطح غريبة إيديك ووجهك يكونوا عداوة ما يلامسوا بعض. فكر في الوقاية، سهلة جدا، ما تقول إنه أنا حتما بدي أنصاب وبدي أقعد أخذ أبخرة وأعشاب وأتغرغر بمي وملح، ولا استهلك منظفات لتعقيم البيت. هاي شغلة جدا الصراحة برأيي خطأ. نعم، صعوبة كذلك فرض هذه العداوة مثل ما تقول دكتور جهاد بين الوجه واليد. فيما يخص التباعد الاجتماعي، إلى أي درجة هو مهم؟ أنا برأيي طبعا أنه 98%، يعني هذا اللي مثبت حاليا على الأقل 98%، أنه بينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ زي ما تكلمنا. فالبعد الفيزيائي هي محاولة الحد من الانتشار، أنه أنا كشخص حتى لو مصاب وما عندي أعراض، وهذا الحكي ثابت وإحنا عارفينه من البداية، ما أنقل الرذاذ إلى شخص. فعلى الأقل بدك تترك مسافة آمنة، مسافة متر ونص ما بينك وما بين الأشخاص. يعني 2% هي ملامسة الأسطح الملوثة، لكن بنرجع ونقول التباعد الفيزيائي هو ضرورة للحد من انتقال المرض من شخص قد لا تظهر عليه الأعراض إلى شخص سليم. وهذا الشخص السليم زي ما اتفقنا بده ينقله للثلاث، والثلاث بدهم ينقلوا لكمان كل واحد ثلاث، فعشان هيك بنسميها التفرع الهرمي. الزموا بيوتكم يا جماعة بالفترة هذه لنحد من حدية الانتشار، ونقدر نتحكم بتعداد الإصابات، ونقدر نقوم بالناس اللي انصابت الله يعافيهم إن شاء الله من الناحية الطبية. كنت معنا من دبي دكتور جهاد سعادة، أخصائي في علم الأمراض المعدية والمناعة ومدير مختبر العناية الطبي. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. إذن الساعة الثانية كذلك من حدث اليوم انتهت، تناولنا فيها ملفات مختلفة من اليمن، العراق، وبالتأكيد تطورات فيروس كورونا وسبل العلاج. إلزموا البيوت، والسلام عليكم.